ليلتكم سعيدة. افرحي افرحي، مش عشان النهاردة عيدك والكل بيفتكرك وبيحتفل بيكي بس، لا، افرحي علشان تعبتي وبتتعبي وشقيتي وبتشقي وربيتي وبتربي وبتقومي برسالتك على أكمل وجه بكل الحب. افرحي علشان انتي مفيش منك، انتي مفيش زيك، انتي اللي ربنا خاصك بكل الحب والحنان وسابلك حكمة توزيعهم ومنحهم على العالم. صحيح أنا من السنة اللي فاتت قلت لكم إني ما بحبش فكرة عيد الأم، لأن الأم ملهاش عيد، الأم ليها كل الأعياد وملهاش يوم، الأم ليها كل الأيام. لكن في اليوم المخصص لعيدها بقول لكل أم ولكل ست ولكل بنت، أنتي نعمة، أنتي ربنا خاصك بالفطرة عشان تكوني مميزة، مش بس لو أنتي أم بالجسد، لأ، حتى لو أم بالمشاعر. الأمومة مش لازم تكون بالجسد، ممكن أم علشان أنتي خالة، علشان أنتي عمة، علشان أنتي صديقة، علشان أنتي أخت. الأمومة بالممارسة، دي منحة إلهية مش مشروطة غير بكونك أنثى. قدموا قلوبكم مش بالأغاني، افرشوها تحت رجلين أمهاتكم علشان هي الدفى اللي شمس الكون كله مش ممكن تحققه، علشان المسافة ما بين دراعتها هي الملاذ الآمن الوحيد ليك في كل حياتك، علشان هي الرادار، الرادار اللي عمره ما يخيب ابدا طول عمرك، وكل ما تكبر اكتر كل ما هتعرف ان الرادار ده عمره ما بيخيب، اللي بتقول عليه كويس بيطلع كويس، واللي بتقول عليه وحش بيطلع وحش، عشان هي ربيع البيت وبهجته وضحكته وفرحته وحكمته وبصلته، علشان هي القلب اللي ملوش لستة شروط ولا ليه عدد مرات تسامح. صحيح فيروس كورونا حرم ناس كتيره جدا انها تقدر تحتفل وسط امهاتها وتستمتع بدفى احضانها، لكن لعله يكون سبب ان احنا نكرم الام اكتر ونعرف ونقدر قيمتها اكتر. وهفضل اقول لكل اللي فقد امه، الامهات ما بيرحلوش، الامهات سكنهم في القلب بحكمتهم، بتربيتهم، بمبادئهم، بصلواتهم، برضاهم عليكم. وبقول لكل ام فقدت ابنها او كل ام شهيد، ربنا طبطب وبيطبطب وهيطبطب على قلبك، انت في قلب الكل وعلى راس الكل وام الكل. في يوم الام شكرا لكل أم ولو إنها مش مستنية شكر، بنحبك ولو إنها مش مستنية تسمعها، لكن أكيد بتفرق معاها. افرحي لأنك متقدرة من بيتك، من ولادك، من بلدك اللي بتكرمك وبتقدرك وبتحتفل بيك وبتمكنك، لدرجة إن رئيس الجمهورية النهاردة بيقول إن حتى في مبادرة حياة كريمة، فكرة البيوت الأدمية الإنسانية اللي سكن فيها أهلينا من العشوائيات، كان الهدف الأساسي منها إن المرأة تكون متصانة، واستخدم تعبير يمكن بقالنا سنين ما سمعناهوش، قال إن دي المروءة. النهاردة الكلام ده حصل في الاحتفالية الخاصة بيوم الأم أو بعيد الأم اللي هنحتفل بيها، وهيكون معانا النهاردة الأم المثالية لمحافظة اسكندرية صباحة شنودة، وهيكون معانا الأم المثالية لمحافظة بني سويف فاتن طاهر، وعلى فكرة كل أم هي أم مثالية بالنسبة لأولادها. وهيكون معانا كمان السيدة الرقيقة هناء السادات اللي قدرت تخرج بره فكرة دعم وخدمة بنتها لدعم وخدمة ومساعدة عشرات وعشرات الأطفال من المرض النادر، مرض انحلال الجلد الفقاعي. كمان مش هيفوتنا أبداً إننا نحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون، اللي بحب دايماً وبفضل إني أسميها متلازمة الحب المفرط. بعد أخبارنا بعد الفاصل.